خلاص من بعد عامين بعد اساسا هذا الشيء اللي وقع في الدوره كنعتبروا ان المكتب الحالي والتحالف الحالي غير قادر على ان يجعل مدينه الدار البيضاء ماشي فقط ما غتكونش في الموعد وانما ما قدرش باش يساير حتى داك الشيء اللي بدا هادي من 2015. للاسف الشديد هذا الشيء انا بالنسبه ليا كاين فيه جوج الاحتمالات، احتمال ارجح من الاخر. الاحتمال الاول هو انه الاحزاب تقدر هاد الاحزاب يقدروا يجمعوا رؤوسهم ويراجعوا نفوسهم وكنظن هادشي صعيب دابا تعقد دابا، وحتى من حيث الكفاءه كاين اشكال، داكشي محدود جدا. راه البارح قال السيده الرئيسه راه قالت كيما كيقولوا بالفرنسيه دي بيتيز، كيفاش كتقول لك بانه كتقول لك بانه بيان تنفيذ الميزانيه من 2013 ما عمرو كان. انا نشرح لكم شنو هي لا بيتيز. اولا في 2013 ما كانش شي حاجه سميتها بيان تنفيذ الميزانيه، كان حساب اداري. فوقاش جات هاد لا نوصيون ديال بيان تنفيذ الميزانيه حتى 2015 حتى القانون التنظيمي 113 14، وهي راه كانت يا حصره نائبه عمده ويا حصره كانت كتحضر معنا الاجتماعات ديال المكتب ماشي كلها، اللي كان في عدد من الدورات خاصه ديال الدوره ديال ماي، نرجعوا للدوره ديال ماي 2016 ماشي ماي 2016 لا ماي 2017 18 19 20 21 غتلقى بان فيها في نقاط جدوى الاعمال هذا عرض بيان تنفيذ الميزانيه وكان كيتسلم وكيكون موقع. دابا هاد السيده كتقول لك ما عمرو كان، احد امرين، اما كتكذب وانا قلت لها كتكذبي في هذا الموضوع بالضبط كتكذب، حيت ما بغيتش نقول لها راك وصف اخر. وانا راني تحديتها قلت لكم راه سمعتوا بانه قلت لها اجي هاد المعطيات اللي عندك اجي الاجتماع ديال اللجنه الماليه ونتذكروا ونشوفوا الا عندك الحق احنا لا كما كيقولوا رقبتنا سداده. فاذا هذا الشيء كامل كيجا، فاذا الاحتمال الاول قلت لكم بانه هاد الاحزاب يجمعوا رؤوسهم ويقدوا وهذا استبعده جدا الا اذا كان شي معجزه. الاحتمال الثاني وانا ما فرحانش ليه ديمقراطيه من ناحيه الديمقراطيه، وان الدوله هذا استحقاق ديالها غدير الاليات كامله باش انها تجعل الدار البيضاء في الموعد عن طريق الوالي والعمال ونوليو في اشكال حقيقي ديال الديمقراطيه في هذه البلاد. ما فرحانش ليه ولكن في نهايه المطاف مطلوب من ناحيه البراغماتيه مطلوب ان الدار البيضاء تكون في الموعد، وحنا كنتمنوا ان هذا الشيء يكون عن طريق المنتخبين ماشي، ويكون تكامل ديال الادوار مع ما بين المنتخبين وما بين السلطات.